ولا شو امبارح بضحك اه صفر وصفر والله عندنا محجورين عندنا دار خالية عندنا أطفال كتير ليفل الصداع من الصبح لآخر الليل ما بسكتوا صغار يلا منيح تتسلوا طبعا فيهم كوني البيبي سيتر تاعت العيلة بنجي كلهم بعد بغرفتي ببلشوا لعبينا ببجي لعبينا مش عارفة شو لعبينا أبصر شو بنلعب شدة وأنا بس ماسكة أضبط راسي وأقعد. ما انت لانه بتكوني بالنسبه لهم يعني يعطيك في العافية اشياء دكتورة. في عندك اكتيفيتيز كثيره عرفتي حطيهم خط احمر ممنوع تدخلوا هذه الجهه ما هي المشكلة بيجوا عندي هم كلهم كيوت هيك انه عادي ندخل عندك باقي ادخل الله يلعنكم ويلعني معك. طيب اوكي هلا قبل ما يدخلوا الطلاب احنا خلينا نبلش بالمحاضره ومنرد منشوف اذا حدا بده يحكي حدا بده يسوي إشي اي طلاب عم بيفوتوا احنا هذيك المره دكتوره يعطيك العافيه مساء الخير الله يعافيكم الله يعافيكم يا رب. دكتوره انا حكيت لك عن عمليه صديقي وبدي اعطيك الورق على المدى وما وصلك شيء بعثت لك بس ما رديت ما شفت ما فتحت حبيبي بشوفها بشوفها ايش اسمه عادل ايش اسمه عماد ضبان. طيب هلا هو يعني ما عم بيقدر يحضر المحاضره بالمره صعبه مشكلة عندك كثير في الأدل صعبة؟ مش صعب بس تعرف بعد العملية بنت وهيك فما تقدر نقدر. طب قديش بيقدر إنه يرد يرجع زي العالم الناس على رجوع المحاضرة؟ يعني بده أسبوع تقريبا. طيب إن شاء الله خير. تمام. يعني بس لو يحط الميكروفون بإذنه هو يعني مش رح يصير له إشي. والله بقول له بوصل. آه من الدكتورة أماني بتقول لك حط الميكروفون على الأقل بإذنه لأنه كمان شوي بيصير إنه منتصف ما منتصف وهيك. على الأقل يصير يحضر أصلاً هاي محاضرات يعني كأنه عم بيتفرج على إشي على اليوتيوب يعني له علاقة بالسايكولوجي ولا إشي حط على إذنه بالعكس بيتقوى بيتقوى عرفت كيف يصير عنده مرونة على هالمرضى اللي مرضانه سلامته سلم عليك الله يسلمك ولا يهمك شكراً لك يعني سمعوا لا هاي المحاضرة أنا رح أسجلها خليه يسمعها خليه يسمعها طيب خلص تمام ولا يهمك دكتورة نعم بدي أسألك إشي لو سمحتي قبل ما تبلشي تفضلي بالنسبة للواجب إحنا بس علينا واجب تسليم القيم صح؟ في واجب هيك تبع إشي توكيدي هذا مش هلأ نحله صح؟ مش مفتوح حبيبتي مو مفتوح لكم لسه آه أوكي أوكي نهرو نهرو بدك تحكي ولا آه إشي صغير بدي أحكي هيك اسمك نهرو صح؟ آه نهرو ايش معناته هذا الاسم؟ معناه باللغة مجرى النهر يعني نهره يعني زي كأنه حسيته انه اسم كردي اسم كردي طيب تفضل ايش نهره تفضل دكتورة العفو بس الواجب متى صح كيف تنزلي العلامة؟ بس يسكر 17-11 ان شاء الله 17 شكرا تمام مع بعض بصلح طيب يلا خلينا نروح المحاضرة دكتورة بس قبل ما تبلشي في صاحبتي ما عم تقدر تفوت عم بيطلع لها بس إنه ريكوردد وما ما في جوين تطلع من البرنامج ترجع مرة ثانية تقدر تفوت تمام أوكي هذا بحكي طيب لأنه اسمها مسجل خاص ما رح نضل نحط اسمها يلا خلينا أعمل لكم هلأ ميوت تقدروا أنتوا تقيموا عن حالكم بس خليني يعني عشان تروح التشويش هذا اليوم احنا بدنا نكمل عن بموضوعنا اللي هو عنا اياه موضوع المرونة النفسية بدنا نحكي عن اظن انه انا حكيت عنهم هدول انه قديش الواحد لازم يكون في عنده قدرة على قراءة الموقف والاشخاص وحكينا عنه اول امبارح القدرة على التواصل اللي بنسميه احنا استبصار حكينا على انه الشخص دائما اللي عنده مرونة نفسية حاول دائما يكون هيك سعيد يحاول يطلع حاله او يطلع حالها من طب كل واحد يبغى الله يطفي الميكروفون اللي عنده شو على بعض يا شباب صبايا طيب حكينا قلنا انه بيكون في عنده نوع من الابداع والتحدي
بيكون في عنده دائما تخيل الأحداث لصناعة القرارات، روح الدعابة وإدخال السرور طبعا للنفس زي ما قلت لكم، بيحاولوا ما أمكن إنهم هم يسهلوا على حالهم الموقف اللي ممكن إنهم ينحطوا فيه بروح الدعابة. شوفوا أي حدا مثلا بيكون دائما مقبل على الحياة أو بتحدى الظروف بتحدى المواقف، دائما ممكن إنه يلجأ لروح الدعابة حتى يدخل، تعرف شو بيعمل الواحد هيك، بيعمل هيك عشان يدخل السرور لنفسه. صحة نفسية طبعا بيكون بتمتع بالصحة النفسية، في عندهم قدرة على تحمل المسؤولية، هدول الناس من الناس اللي بيقدروا إنه يتحمل المسؤولية، زي ما حكينا كمان أول مبارح إنه في عندهم قدرة على تقبل النقد وتعلم، بتعلموا كتير من الأخطاء. اللي بيوجه حياتهم هي القيم، وهاي القيم اللي عنا إياها بتكون قيم موجهة من ناحية إنه يعني حتى أنا أكون في عندي المرونة النفسية لابد من إنه أنا أتمتع بالقيم، بالقيم يعني أي قيم من القيم اللي أنتوا حليتوها وقت الواجب هي أكيد أنا بظن إنه كل واحد فيكم لقى حاله بقيمة معينة أو قيمتين أو حابب إنه هو يطور حاله بفاليو تانية هيك يدخلها على حاله على على شخصيته. إشي تاني كمان عندنا بما يتعلق بالمرونة النفسية، في عندنا طلعوا على هاي الشريحة، هاي الشريحة أعزائي شوفوا بالله اللي فيكم مش طافي الميكروفون يطفي من عنده عشان ما يصير هذا التشويش اللي إحنا سامعينه. هلا عمليات المرونة، كل واحد بس يتفقد الميكروفون تبعه. عمليات المرونة ممكن تكون عمليات المرونة هي كقدرة لإعادة الشفاء، يعني حتى إن الواحد يقدر إنه يرجع يتشافى أو يريد ينتعش مرة ثانية. في يعني في للمرونة عمليات، من هاي العمليات المرونة هي كتعلم، أنا بتعلمها وإحنا حكينا هذا الإشي بما إنها سلوك، مهارة سلوكية، بما إنها مهارة سكيل متعلمة. شغلة تانية المرونة هي قدرة على استعادة النشاط والشفاء، مرونة على إعادة التكامل، وفي إعادة تكامل مرن، وفي عنا إعادة تكامل متزن قبل التعرض للضغوطات. وتذكر إنه في حدا فيكم سأل قال أنا كيف ممكن إني أنا أحسن حالي قبل ما تصير المشكلة، وحكينا هذيك المرة وقلنا كتير إنه لما أنت تعرف عن الموضوع يكون في عندك معرفة، بلش أنا يصير في عندي معرفة عن حالي أفهم حالي. هلا كل مهم كتير إذا أنا ما بفهم حالي. هلا أنا كتير بضحك مثلا على الناس اللي بتيجي بتقول لك أنا فهمتك أنا فهمتك، بتصير تحكي انت بينك وبين حالك طب اذا انا مش فاهمه حالي انت كيف فهمتيني او انت كيف فهمتيني. ضروري الواحد يفهم حاله ويدرك يعرف بالضبط شو اللي بده اياه. ياما بتسمعوا مثلا عن ناس، يعني هذيك المره كنت عم بسمع لوحده بتقول انه هي كيف كانت بشغل معين بوزش معين وراحت وسافرت ودرست ويعني كل شيء عندها متوفر شكله، بعدين فجاه حست حالها انه هي لا مش هاي الحياه اللي انا بدي اعيشها. فأنا عادي عم بسمع لها مش أنا هاي الحياة اللي بدي أعيشها، أنا بدي أعمل إشي مختلف في حياتي بس مش عارفة شو هو هذا الإشي. فهي بعدين من المحور الحكي إنها هي رايحة مسافرة إنه على واحدة من البلاد الآسيوية، وهناك أنتوا بتعرفوا إنه كتير بيكون في عنا هاي الأكتيفيتيز الروحانية والأشياء اللي بتخليك إنك أنت تلاقي حالك والأشياء إنك توحد مع الطبيعة وتصير تطلع على الدنيا بطريقة كتير مختلفة، يعني في طقوس معينة عند الممارسات، هاي الممارسات ممكن إنها تبعد الواحد كثير مثلاً عن الجانب الحضاري اللي ممكن هو هذا اللي بشغلنا دائماً، ويخليك أقرب ما يكون للبساطة وأقرب ما تكون للأشياء اللي هي بدور عليها أنت بدك تلاقي روحك فيها أو أنت تلاقي روحك فيها. فهلأ هي عم تحكي عم تحكي عم تحكي وأنا عم بسمع، يعني عم بقلبهم فيديو ورا فيديو فيديو ورا فيديو، بعدين صفنت بقول يعني أنت قديش أنت متوفر لك كل إشي. يعني انتي لما طالعة عمالك بتنصح الناس بتقولي لهم انه لاقي حالك ولاقي الجانب اللي فيكي ولاقي مش عارف ايش، لا اوكي بس انتي معاكي مصاري قدرتي انك تتركي شغلك وتروحي وتلاقي شغل تاني. لا في ناس تانية ما عندها، يعني حتى وانا عمالي بقلب هالفيديوهات اوكي في افكار حلوة انتي عم تحكيها، بس ولكن نفس الوقت مش كل الناس بيقدروا والله أنا هلأ مثلاً مو عاجبني هذا الشغل بترك الشغل، مش كل إشي راضي عنه، فيش إشي إحنا مش كل إشي إحنا بنرضى عنه في حياتنا يعني. وبدي مثلاً أقول أنا بتمنى أنا أروح أسافر على هاي الأماكن اللي
ممكن انك انت تروح تقضي فيها شهر او شهرين، بيقضوا بمخيمات يعني بعده فتره طويله. في ناس حتى باوروبا في اماكن هيك بيسموها يعني اعاده هيك تاهيل الواحد واستعاده نشاطه، في بيساعدوكم بيدعموكم من جوا، بقول لكم ايمو تليفونات ايمو مش عارف شو، حتى انك تلاقي حال. شكرا للي طفى الميكروفون مسك راسنا. بيكون يعني هدول الناس بتعرفش وين 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 بيلاقوا حالهم، ما بتعرفوش كيف برضو بيرجعوا. فانا كنت عم بفكر بقول انه طب هذا مش حل لكل الناس، يعني مش كل الناس معها مصاري تقدر انه هي تعيش هاي الحياه بطريقه بهاي الطريقه وتقول انه انا كل شيء مش هو هذا اللي بدور عليه، انا بدور على الاشي الثاني. هلا في موجه زي هاي طالعه، وفي موجه طالعه يعني ولها علاقه، بيسموا حالهم كوتش، بيسموا حالهم يعني لايف كوتش للمهارات الحياتيه ولهاي الاشياء. مرات بحس انهم بيحكوا اشياء مش كتير متعمقين فيها لدرجه انهم فاهمين شو معناها. يعني لما انا اطلع مثلا انا عرفت لي استراتيجيين ولا ثلاثه، يعني انا نفسي نفس الشيء اعمل هذا الشيء، لانه 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 ما يعني انت بتنقل تجربه بتنقل خبره، بس انت ما بتقول للناس اللي قدامك انه هو هذا الحل. يعني لما انا بوجه بحكي بقول انه هاي الحل اللي عندكم انتم بس المرونه، وانك انت تلاقي لك والله انا لقيت من 5 ثواني قبل ما اقوم من النوم هم هدول هذا الحل، لا هذا مش حل، هذا حل لها وهاي الطريقه هاي حل لها. من جوا هدول الناس اللي بدوروا بيحسوا حالهم انه مامي لقوا حالهم ولقوا الاشياء وبلشوا بفترة من فترات بيردوا بيرجعوا بيندكسوا مرة ثانية، بيردوا بيرجعوا نفس الحياة هلا الجديدة اللي عملوها ما بيردوا بيلاقوها هي الإشي اللي أنا بديها. هلا أنا نصيحتي إنه الواحد يكون طبيعي ما أمكن، يعني يعيش، يعني ما يقول إنه مثلا الست تبع عيلتي مش عاجبني، يعني هلا مثلا ما يس عندهم اليوم زيارات وولاد صغار وشو يعني شو يعني بدها تكره مثلا حياتها، موقف صار هلا في فترة وبدهم يجوا الصغار، بدهم يجوا بدهم يتعرفوا الصغار بحبوا عم تتكيفي بتقول لكم هم زاكين الاولاد، يعني عم تطلع على الموضوع بطريقه مختلفه. هلا زي لما بتشوفوا ناس بيعلقوا مثلا بقول لك انا يعني انا بحسها زي موضات بتمر، انه انا ما باكل لحم انا باكل بس خضره، انا مستحيل اكل إشي حي. انا مره كنت في نقاش مع واحده بحكي لها بقول لها انت يعني شو القصه، يعني انت ما بتاكلي ولا شيء لحم؟ لا. طب ليش؟ ممكن تفسري لي؟ بتقولي بحس انه معتي زي المقبرة بتصير. مقبرة ليش؟ لانه هي بتحس انه هاي الكائنات الحية يعني من الحيوانات الخرفان اللي مش عارف شو ممكن انها هي مثلا هيك وجهة نظرها، فبتروح لاي اشي او لكل اشي له علاقة بالنباتات وبالخضروات وبالفواكه برضو هاي ماشي. لاحظوا كل فترة في اشي بتعلقوا فيه الناس. ليه بتعلقوا فيه الناس؟ تسألوا لحالكم ليش بتعلقوا في الناس؟ بتعلقوا في هاي الأشياء الناس علشان بدهم يخلصوا حالهم من الحالة النفسية اللي ممكن هم يمروا فيها أو اللي ممكن إنها تمتد معهم. وهي على فكرة هاي استراتيجيات، يعني هلأ أنت بتفتح مثلاً بتلاقي مثلاً كمان دكتور بطلع بحكي، طلع بحكي له 10 دقائق، 10 دقائق علشان عم بنصح مثلاً الشباب أو الصبايا بإنه كيف بدهم يوجهوا حياتهم، برضه هو بيعتبرها لايف كوتشينج. وعلى فكرة هلا في بيستأجروا مسارح وبيوقفوا وبيحكوا قديش في أشياء لها تأثير، قديش في أشياء ما لها تأثير، قديش في أشياء هلا الناس العادية أو الناس اللي مش كتير بتعرف بالمواضيع هاي بتنجذب، ويمكن تنجذب كتير ورا هذا الإنسان أو ورا هاي الإنسانة، ولكن بعد فترة بتصير تحس أنت إنه لا مش أنا عم بكرر. يعني أنا كنت عم بحضر امبارح قاعدة حايدة يعني وعم بسمع، بالأول انبسطت إنها هي عم تحكي هيك أشياء وإنه أنا زمان ما شفتها ولقيتها مع واحد تاني، يعني وإنه بعدين هي عاملة تشانل والتشانل عم تحكي فيها على اللايف كوتشينج. أنا سمعت لها أول واحد فيديو تكررت نفس الإشي بالفيديو الأول برضو بالفيديو الثاني بالفيديو الثالث، في وقت عم تفرده كتير لقصة إنه أنا كنت هيك وأنا سويت هيك وأنا عملت هيك وأنا 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 وأنا، وأنا وبالآخر عم يعني عم تحكي بتضيفلها مثلا معلومة أو معلومتين. قديش واحد لازم ينتبه على حاله بالأشياء اللي ممكن إنه يعطيها للناس، لأنه الناس مش كل الناس بتكون يعني بتكون واحد ينتبه كتير حذر كتير عارف بالضبط أنا وين
المصطلح اللي بدي أطلعه، إمتى بدي أطلع. يعني هلأ لاحظوا ما في أخصائي نفسي أو ما في طبيب نفسي يمكن يوجه المريض لأي اتجاه، بيعرض عليه وبسمع له، ممكن يخليه هلأ كيف هو بلاقي، كيف بيصير الجلسات، هو بلاقي الحل، هو اللي بيوصل للإشي اللي بيصير يقول طلع، يعني بيفتح له مداركه بما يتعلق بالمشاكل والقضايا النفسية اللي هو بحس فيها. يعني بده يكون الواحد، بدينا أقولكم شغلة، أنجح ناس وهم أكثر ناس اللي هدول عندهم، يعني إحنا موضوع، إحنا ما طلعنا عن موضوع، إحنا نحكي عن المرونة النفسية. يعني هدول الناس بدوروا على استراتيجيات، هاي الاستراتيجية رح تلاقي ناس كتير تتعلق فيهم وبدها تعرف، بدها إذا أنا جاي بمفهوم جديد الناس تحب تسمع شو المفهوم الجديد، تحب الناس تفهم إنه أنا مثلاً كيف بدي بسمع دائماً إنه أنا كيف بدي أتصالح مع عالمي الداخلي، وشو يعني عالم الداخلي، شو يعني الأشياء هيك الروحانية اللي ممكن إنها هي أبسط من أي مصطلحات معقدة ممكن إنكم أنتوا تسمعوها، هي كيف أنت علاقتك مع حالك، كيف أنت علاقتك مع حالك، كيف تطلعي على حالك، كيف تطلعي على الأشياء. هذا ما معناته إذا أنا عندي هاي الحساسية العالية لهاي الأشياء إنه أنا كثير منيحة دائما، أبدا، لا بعصب بنرفز، ممكن إشي يعني اللي قدامي ما يعني يقول لك شو يعني، بس شو بيصير مع 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 الناس اللي بتميل لهذا الجانب، بصير في عندهم هاي الهدوء أكثر، المرونة أكثر، بصير في عندهم استراتيجيات يقدروا إنهم يتغلبوا على الأوضاع اللي ممكن إنهم يعيشوا فيها أو يتعايشوا فيها. لما هو إحنا عندنا كيف النمط، شوفوا، يا إما أنا بتعرض لموقف بنسحب من الحياة بس أو بصير عدائية جدا اتجاه هذه المواقف أو الناس، وكل إشي بكون أنا رافضته وكل إشي أنا منسحبة منه، هذا غلط. في عندكم النموذج الثاني اللي أنا بشوفه كمان، اللي هو زي اللي عمالي بحكي لكم عنها، إنه هي كانت بوضع وصارت هلأ بوضع وهلأ لقت حالها وعم تحكي بتقول إنه هي بدها تعمل مكان، وهذا المكان بدها تجيب الناس اللي زيها اللي يجي يرتاحوا. طب أنت ما عم تحكي بالعربي أصلاً، يعني أنت عم تحكي باللغة الإنجليزية، إحنا عم نحكي على مجتمعنا اللي هو مجتمع اللون العربي، أنت عم تخاطبي فئة معينة، شريحة معينة من الناس، هاي الشريحة مش كل الناس توصل لها. يعني إحنا ناس وسط، في ناس وسطيين صح ولا لا، وفي ناس عاديين، يعني أنتوا عاديين وأنا عادية، أنت محتكة بمجتمع تاني غير المجتمع تبعنا. هلا إذا أنت عملتي زي هيك مكان، هم الناس هدول اللي مش أنت، إذا قصدك يعني بنحكي هاي بتحكي بتقول إنه لكل الناس، بس على طريقتها وطريقة الحكي ما حد رح يجي غير من الطبقة المعينة اللي هي عندها تعاطى معها أو اللي هي عاشت معها. بترجع بتقولك إنه أنا زهدت في هاي الأشياء وأنا ما كنت بلاقي حالي وأنا تنازلت على المنصب الفلاني بالمكان الفلاني، وطبعا كله بالإنجليزي، هذا مش فيش إشي بالعربي، ولكن أنا بعدين اللي بدي أسويه للكل، اللي بدك تسويه أبدا مش للكل، لأنه هي نفسها لسه مش ملاقية الدرجة اللي بدها توصل فيها للكل. عرفتوا كيف؟ بده الواحد، هي بتكون عم بتدور على المرونة، هي بتكون في عندها إشي. هلأ تفكروا الناس اللي بيكون في عندهم كل إشي دائما يكونوا سعيدين أو متوفر لهم كل إشي، مسافرين دارسين وين ما بدهم، بيوتهم بطريقة تانية، عايش كل إشي كل إشي كل إشي متوفر، ما بيعرفوا شو يعني بدي أو أنا محتاجة ومش قادر هلأ أجيب، أهلي أبوي هلأ ما بيقدر يجيب لي، أو إحنا مثلا 4 أو 5 أبوي في عنده أولويات مثلا أو أمي في عندها أولويات. هذول الناس الحقيقيين، هذول الناس اللي عايشين، هذول الناس اللي يعني كيف توصل لهم أنا؟ هذول عندهم حاجات كمان، هذول بمروا بصدمات وبمروا بحاجات، مش ضروري أنا أكون عم بجيب لهم الحل بطريقة كتير فانسي، لأنه الفانسي هاي مش على الكل بتنطبق، في وسط وفي أقل من الوسط، وفي مستوى ثقافي عالي وفي وسط، وفي ناس بتشتغل على حالها وفي ناس ما بتشتغل على حالها. كيف بدك توصل أنت؟ لا، كيف الناس بيكونوا هدول الناس اللي عندهم تأثير على الآخرين؟ تعرفوا إيش بيكون؟ بيكون أول إشي مرد، نرجع للإشي اللي حكيت لكم إياه قبل، فاهمين حالهم بالضبط، فاهمين عالمهم الداخلي، ومن عالمهم الداخلي طالعين يفهموا الناس الآخرين. وأنا دايما بحكي بقول عشان إذا مش فاهمين علي على هذه النقطة، تفهموا على الجزء هذا اللي بدي أحكي. إذا أنت مرتاح تكون مرتاح للآخرين، إذا أنت
أو أنت مش مرتاحة بتنقلي عدم الارتياح للآخرين. هلا إمتى بيكون في عندي ارتياح نفسي؟ لما بكون أنا عارفة كيف بدي أشتغل على حالي، شو اللي برضاه لحالي، شو اللي بقبله على حالي، شو الإشي اللي زعجني كيف أتخلص منه، شو الإشي اللي عم بيضغط علي وعم بيعمل لي ستريس، والستريس عم بيعمل لي توتر، كيف بدي أخلص من هاي الأشياء. وهل كمان بدي أسأل حالي سؤال دايما دايما أكون alert، هل هذا الإشي دايما بيصير معي ولا أحيانا؟ أنا كمان بدي أعمل عملية تقييم لنفسي، بدي أشوف حالي هل أنا دائما عندي هاي العصبية الزائدة دايما، ولا هل العصبية الزائدة بتظهر بظهور أشخاص معينين، ولا بتظهر بمواقف معينة. بقيم حالي، يبقى أنا ما مالي إشي، يبقى في حدا استفاد، لأنه إحنا بنعرف إنه مش كل إشي بيمشي زي ما بدنا. إحنا بنعرف إنه في أشياء إحنا لازم نتعامل معها بطريقة بحيث إنه إحنا بالآخر نرتاح. إحنا هي المرونة النفسية. المرونة النفسية معناتها إنه أنا إذا بنيت طريقة أو منهجية معينة في التعاطي مع القضايا إنها توصلني للمكان المناسب. هلا يمكن هاي الست اللي كانت تحكي هي عم توصل، هي عم تحس حالها إنها عم توصل، فهي عم تستعجل في إنها تنقل تجربتها للآخرين لأنه هي مبسوطة على حالها. كمان برضو هذا الإشي ممكن إنه الواحد يكون قديش هلا هي شوفها بعد سنة كيف بدها تكون أحسن، كيف شوفها بعد سنتين كيف بدها تكون أحسن. إذا هي عن جد من جوا مقتنعة بهذا الإشي أو قادرة على إنها تسوي هذا الإشي أو تعمل هذا الإشي. هلا اطلعوا على الناس اللي بيأثروا فيكم حواليكم. في ناس طلعوا على السوشيال ميديا، في ناس طلعوا على اليوتيوب، في ناس طلعوا على التلفزيون. شو اللي بيميزهم هدول الأشخاص؟ شو اللي بيميزهم هدول الناس؟ شو اللي إشي اللي بيميزهم بيخليهم يستمروا؟ ليش في ناس بيظهروا بيختفوا بسرعة؟ ليش في ناس هلا أنا مرات أنا بكون دائما بسمع بتفرج، بحب أتفرج بشوف شو هذا عنده، شو هاي عندها، شو الإشي المختلف، شو كذا. لاحظوا مرات في من الناس اللي أنتوا كمان تتبعوهم بتلاقي إنه بتحمس كذا 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 كذا، ولكن فجأة بتلاقي إنه بطل تسمع عنده أو بطل يشدك هذا الإنسان أو بطل فيه. تعرفوا ليش؟ لأنه لما أكون أنا مش حاسة من جوا بالإشي اللي أنا عمالي بحكيه 100% ومش ماسك الأشياء والأحداث ندورتها براسي. وعلى فكرة الإنسان عادي بقدر يعمل هذا الإشي إذا صار ينتبه. إذا أنا صرت أنتبه لهاي القضايا، أنتبه إيش الإشي اللي بدي إياه، بسأل حالي مثلاً، أنتوا بتسألوا حالكم أنا إيش بدي؟ كتير هلا هذا السؤال، وأنتوا بهذا العمر بتسألوا حالكم كتير، أنا وين بدي؟ شو بدي أسوي؟ لوين بدي أروح؟ كل هاي الأشياء والأسئلة اللي أنتوا بتسألوها هي عبارة عن إشي بيوديكم لأنه أنتوا تكونوا عندكم مرونة نفسية لقدام، عندكم صلابة نفسية لقدام، لأنه أنت عم بتشوف إنه في استجابتك للمواقف اللي عم بتمر والضغوطات اللي عم بتمر قدامك هي استجابة أنت حاسس إنه في إشي غلط. فمشان هيك تدور على كل الاستراتيجيات وعلى كل الطرق. إذا طلعوا الشريحة هاي لقدامكم، مرونة كقدرة على استعادة النشاط والشفاء. استعادة النشاط والشفاء هو هذا لما بتشوف أنت إنه في حدا كتير متعثر نفسياً بحياته، كتير مكعم، بتصير في أحداث وصراعات، وفجأة فصل، حس حاله إنه أنا مش قادر، أنا مش أنا نفسي. هلأ شو بيصير مع الواحد؟ بصير يدور على حاله. لأ وين بده يدور على حاله؟ تتعدد الطرق والوسائل والأساليب بحيث كل واحد فينا بيكون عارفه إيش الإشي اللي بده إياه. ما وصل واحد للإشي اللي بده إياه بسرعة. التجربة، الخبرة، النضج، التفاعل الديناميكي مع الآخرين، مش حكينا كمان كلها هاي بتخلينا إحنا نرجع نتغلب على المصاعب والمشاكل اللي ممكن إحنا نحس فيها. مرونة على إنها إعادة تكامل كل إشي بشخصيتي بتكامل، بيكمل بعضه البعض، برجع أنا الوضع الطبيعي، بعيد التوازن لنفسي. إعادة تكامل بده يكون كمان مرن، يعني مرن مع إعادة تكامل متزن قبل التعرض للضغوطات. هلا الناس اللي عندهم مرونة نفسية، سألتوني أنتوا هذيك المرة إنه كيف تتشكل؟ تتشكل نتيجة خبراتي، وضروري إنه أنا أتفاعل مع المواقف ما أهرب، وأشوف حالي كيف أنا بهاي المواقف بقدر إنه أتغلب أو بقدر إنه أوصل للإشي اللي أنا بدي إياه.
بقيم حالي، حلو الواحد يقيم حاله، حلو الواحد يقيم، وحكينا كمان واتفقنا لما بدنا نقيم حالنا حلو أن أطلع على شخصيات ثانية، ولكن أقيم ذاتي مع نفسي. يعني شو يعني هذا الحكي؟ كيف كنت أنا قبل؟ كيف الآن؟ كيف أصبحت؟ كيف رح أشو أكون؟ شو حاطة كمان؟ بناء على خبرات النجاح اللي عمالي بعملها. مش كل شيء بعدين بدكم تحطوا في بالكم إنه مش كل شيء أنا بنجح فيه، مش كل شيء أنا باخده، مش كل شيء أنا رح أناله. في أشياء رح أخذها، وحتى هاي الأشياء أنا رح أخذها اللي بطلع عليها بقول يعني مش كتير معبي عيني، في ناس كتير بتشوفها كتير ممتازة وبتقول يا ريت أنا عندي هذا الإشي، يا ريت عندي جزء من هذا الإشي اللي أنا عندي. مش ضروري يكون مصاري، مش ضروري يكون، ممكن يكون علم، ممكن يكون طريقة التفاعل مع الآخرين، ممكن يكون نجاح بالحياة أو نجاح بالتعاطي مع الأمور، يمكن نجاح بالعلاقات، يمكن نجاح بالعمل، ما بنعرف. كل واحد فينا في عنده أشياء هو فيها تضرب معه، يعني بتكون أشياء بتزيده، بتزيد تقديره لحاله، بتزيد تقدير الآخرين له. أنا كمان بدي مش إنه أزهد كتير في الدنيا، ولا بدي كتير أبعد عن الناس، ولا بدي كتير إنه أنا كمان أقتنع بإنه أنا بس لقيت الحلول أنا لأني بس لحالي. لا، في ناس سهلوا لي إيجاد الحلول، في ناس ساعدوني. كل ستيب، كل خطوة من الخطوات، سواء بالأسرة، سواء بالجامعة، سواء بالأصدقاء، سواء مثلاً بكرة ما بعرف إيش بشركة الحياة، بشركة الحياة في ناس كانت معي بكل خطوة، وفي ناس لهم فضل علي، وفي ناس يعني هلأ كل ما تكبروا بالعمر رح تلاقوا إنه في ناس لها فضل عليكم، في لها فضل كمان إنه خلتكم هيك أو خلتكم بهالطريقة هاي أو بالصورة هاي. يعني بينحط في طريقكم أشخاص، هدول الأشخاص إحنا لازم نكون كمان منتبهينهم. يعني كيف طب أنت دكتورة بتحكي هذا كتير صعب، مش صعب، صعب لما مش صعب لما أصير أفكر بهاي المفردات، أفكر بالأشياء اللي حولي، الوجود هاي الأشياء اللي حولي، أنا كيف ممكن إني أنا أتعاطى معها؟ وهذا ما معناته إنه أنا دائما سعيدة، وهذا مو معناته إنه أنا دائما قادرة إني أتحمل كل الناس، ولا معنى، لا، بدك تكون واقعي كمان. الواقعية وإنك أنت تكون واقعية جزء من المرونة النفسية، لأنه كل ما كنت أنت واقعي، كل ما كنت أنت واقعية تعرفي بالضبط أنت شو الوضع اللي حواليك، شو قدراتك، شو إمكاناتك، وكيف ممكن تحسنيها، وكيف ممكن تطوريها. مش إنه أنا أعطي نفسي صورة أعلى مني، حتى بكتير حضرني دائما مش مقتنعة، وراح ضلني دائما في عندي إشي ناقص. أنا دائما رح يكون في عندي إشي ناقص، مش دائما رح يكون في عندي إشي مكتمل، ولكن إلى حد ما في عندي مرونة نفسية. المرونة النفسية بتخليني أخذ بالأسباب حتى إنه أقدر أنا أتعدى هاي المرحلة وأروح للمرحلة الثانية، أو أتعدى هاي المرحلة. شوفوا أعطيكم مثال على كيف الستات بتعاطوا مع سن اليأس بقولوله، واللي هو سن الأمل. لما بتبلش الست تكبر، يعني أنا بتذكر إنه في واحد من الطلاب، أنا دايماً بحكيها هاي وبحب إني أحكيها، لا، وبحب إنكم تسمعوها بنات الشباب علشان تطلعوا على أمكم بطريقة تانية مختلفة غير عن الطريقة العادية اللي أنتوا بتعرفوها دايماً، وأنتوا بتعرفوا إنه في عنا علم، بتعرفوا إنه في عنا قصائص بالشخصية بتتأثر بالتغيرات الهرمونية بتمر بالإنسان. زي ما بيصير في عنا تغيرات هرمونية على جسمنا وإحنا عم نراهق بتأثر علينا وعلى سلوكنا وعلى مزاجنا، نفس الإشي لما يوصلوا الأمهات أو الستات لمرحلة معينة عمرية. شوفوا أنماط من الستات. يعني أنا بتذكر إنه هذا الطالب إجا سألني دكتورة، كثير حبيته، من جد حبيته، يعني إنه هو مستغرب إنه أمه دائما قوية، وأمه دائما هي يعني هي دينامو تبع البيت، وأي مشكلة هي بتحلها، هو بالنسبة له بتعرف إني أمه. بيقول لي أنا عم بلاحظ عن أمي أشياء غريبة، حكى وقتها كنا كلنا قاعدين بالمحاضرة، بقول ليش عم بتلاحظ؟ لي فسري لي، أنا أمي ما كانت مثلا تبكي، هلا بس حدا يدق فيها بضلها تبكي. أمي ما كانت دائما مثلا غير، يعني حتى تتعامل مع الأمور، تتعاطى مع الأمور بطريقة غير. أنا حس أمي متغيرة كثير وخايفة عليها كثير. سألته قديش عمرها؟ قال لي إنه عمرها 52 هيك إشي.
فأنا قلت له هل تعلم إن أمك عم تمر هلأ بتغيرات جسمية؟ هاي التغيرات الجسمية هي عم تأثر عليها وعلى هرموناتها وعم تتغير، يعني جسمها عم يتغير من الجسم اللي كان قبل إلى أنها عم بتصير هلأ إشي ثاني مختلف. في ستات، شوفوا أنا ليش ذكرت لكم هذا الموضوع، وأنا بذكر إنه أمي نفس الشيء، أمي لما مرت بهاي المرحلة يا الله مئوية، وهي ربتنا، أبوي كان دائما مسافر، وفجأة أمي على طول صارت تبكي، أمي ما تبكي، يعني لما تكون متماسكة قدامها. بس في هذيك الفترة أنا بذكر إني رحت سألت ست كانت أكبر مني، هي مديرتي بالشغل، قالت لي متضايقة كنت أنا أخذة ومش فاهمة، فهي بتقول لي مالك، بقول لها هيك هيك أمي مش عارفة شو، هي ست كانت بنفس العمر ست تربوية وبتفهم بهاي الأشياء، بتقول لي أماني أمك عم تتغير، يعني عم تتغير نتيجة التغيرات الجسمية عم تأثر عليها وعلى سلوكاتها، عشان هيك أنت عم بتشوفيها. قلت لها طب، قالت لي شو بنسوي إحنا بهاي الحالة، وهو سألني كمان هذا الطالب شو بنسوي بهاي الحالة، اللي بنسويه بهاي الحالة إنه بنوقف جنبهم، بنعطيهم حنان أكثر، نحضنهم أكثر. شو اللي بصير فيهم نتيجة هاي التغيرات؟ كبروا وصبايا وشباب صاروا أولادهم، هم عم بيطلعوا إنه بطلوا بحاجة إلي أو بطلت بحاجة إلي. أنا فجأة تحسي كأنه الدنيا عم بتروح من بين إيديها نتيجة التغيرات اللي بتصير معاها. فالنصيحة تبعتها كانت إنه أنت توقفوا أكثر معهم، تحسوا فيهم أكثر، لا تلوموا لأنه بصيروا حساسين كتير زيادة عن اللزوم، بدهم مداراة ومراعاة لحد ما تقطع هاي المرحلة. هلأ لاحظوا في ستات بتمر عليهم هاي المرحلة، أنا فسرت لكم إياها من ناحية علمية، بتمر عليهم من هاي المرحلة بأنه أنتوا بتعرفوا أنه الست لما بتوصل لمرحلة معينة جسمها بتغير، ببطل يعني في عندها، بتعرفوا أنتوا الست بتتغير جسمها علشان بدها تحمل وتخلف وتولد وهاي القصص. هلأ لما تختفي هاي الشغلة وتروح بحسب العمر بتنعكس عليها، بتنعكس على نفسيتها. هلأ في ستات التقنية عندهم الإكستريم، يعني ممكن يعوضوا بهرمونات، هاي الهرمونات تكون مش مدروسة، ممكن تكون يعني مصنعة، ممكن تأثر عليها وتعملها بعدين مثلا سرطانات في الرحم وفي الثدي. ممكن كمان في ستات إنه لا أنا لساتني صغيرة، أنا ممكن تلجأ لأشياء تمر عليها كمان كتير صعبة. هلأ بتشوفوهم كمان بصير في ناس، أنا شكت يعني في ناس ممكن يصير في عندها هبات، إنه تصير تعرق كتير ونتيجة التغيرات الفسيولوجية اللي عم بتصير فيها بجسمها. هلأ في ستات اللي بلعبوا رياضة ممكن ما يمر عليهم بنفس الطريقة. كمان إعادة التكامل أو إعادة المرونة لأن الواحد يشفى، وهذا على فكرة أساسه نفسي، يعني الست اللي عندها مرونة نفسية والست اللي تبقى فاهمة حالها بالضبط والناس اللي حواليها بالسياق اللي هي عايشة فيها عم بيخففوا عليها وبيساعدوها راح تمر عليها هاي المرحلة بسلام. بعكس الست اللي بتكون حساسيتها عالية زيادة، ما عندها مرونة نفسية، ما عم تقدر تتعاطى مع هاي الأمور، فبتلاقيها على الأغلب تبكي كتير، ونفس الوقت تنسحب من الحياة، ونفس الوقت تحس حالها إنها هي كل شيء انسحب منها، وإنه هي ما عادت مهمة، وإنه بتمر عليها هاي بفترة صعبة وتاخد وقت. وهاي عدم المرونة النفسية بهاي الفترة ممكن إنها تأثر عليها من ناحية اللي هي عنيها الناحية الجسمية. أنا عم بحكي مع حالي، أنتوا معي ولا نسيتكم؟ مين عم بحكي؟ دكتورة؟ لا دكتورة معك، بس منسجمين كتير. دكتورة اسمحي لي أعلق؟ مين مهاية؟ هلا وسهلا يا مها، تفضلي. دكتورة كنت عم تحكي عن إشي مرحلة عمرية بتخصني تحديداً. دكتورة أنا فتت باكتئاب. أنا فتت باكتئاب قاسي، وزي ما قلتي صرت أحس إنه الحياة فاضية فش فيها إشي، فكان كنت أدور على حل حتى وجدت الجامعة. فبعد ما فتت الجامعة كل شيء صغر، حتى عقلي صرت 17 سنة فعليا. لا هو تملايت الوقت دكتورة، وتحسي حالك إنه أنت لسه عم تقدري تعملي إشي بالحياة بحللك، يعني لازم تجدي حل المشكلة. هاي هي يمكن بعد، يمكن هذا هو المرونة اللي استعملتها أنا بهذا الوقت. فعلا فقت باكتئاب. طيب خلينا نشوف مين كمان بدي يحكي. نهرو بدك تحكي ولا ناسي إيدك يا نهرو؟ بالغلط دكتورة، آسف بالغلط.
نسيتك. طيب في حد ثاني بده يحكي؟ صبايا شباب شو رايكم اللي حكيته انا؟ شو رايكم اللي حكيته عن الامهات؟ يعطيك العافيه دكتوره. الله يعافيكم يا رب. الله يعافيك دكتوره. يا اول مره احضراني. مين انت؟ علي. علي الخضر. علي انت مسجل عندي يعني جديد؟ دكتوره مسجل من زمان بس ما كانت تفتح عندي المحاضره. كيف يا علي؟ والله كله داخل. هيكم عددكم كيف يا علي؟ دكتورة ماني كنت عامل حساب الحالي، ما كنت أعرف إنه في باسورد لكل شخص وإيميل. أيه. ما كان يدخل، كنت أبعث بالجروب يعني فيصل ويانا زميلنا ونهرو شاهدين على هذا الحكي. كنت أحاول أيه أدخل ما أقدر. طب علي أنت فتت على الإي ليرنينج وبتعرف كل شيء عن الإي ليرنينج؟ لا ما فتت دكتورة. طب. فوت تفضل، فوت واحضر المحاضرات اللي قبله والحق فينا. طيب ان شاء الله. ان شاء الله دكتورة. تالا تفضلي يا تالا. ما يحاول احكوا بالموضوع اللي كنا نحكي فيه نطيعوها. دكتورة انا بدي احكي. تفضل. الحكي اللي حكيتيه انه الام بمرحلة معينة بعمرها فعلا بتمر بهاي الحالة، انا جد حسيت فيها بالبيت. صرت احس ماما بصراحة بتنرفز بسرعة، انه خلص في عندنا زي طاقه معينه تتحملها بعدين خلص، فاهم علي؟ وصرنا كلنا يعني حاسين هذا الشعور بالبيت، فما بعرف هو يعني قلبات او مودي او ما بعرف يعني، بس بنحاول نمشي. عرفتي صح، ما كانت قبل صح، ما كانت. لا. لا لا هلا مرحله بتقطع بترجع عادي. فهو انتم لازم هلا شو دوركم هنا؟ دوركم انتم تساعدوها حتى انها هي تتعدى هاي المرحله، يعني تخففوا عنها شوي، لا تلوموا كتير، لا تستغربوا كتير، لا. هذا اللي احنا بنحاول نعمله. صح مزبوط. صح صح يا بتول. بتول صح يا تالا. بتول بدك تلعب دكتورة. الله يعافيك يا حبيبي. تفضلي دكتورة. الكلام بتحكي فيه مزبوط يعني 100%، لانه فعلا يعني ماما صار لها من سنتين وجاي كتير يعني بتحسيها عصبية كتير، انه بس إنه الأمهات لازم تعامليهم زي الأطفال، يعني بيرجعوا هم بدهم حنية، كيف كانوا يحنوا علينا هلا لا دورهم إحنا نحن عليهم، إحنا نحتويهم، إحنا نقف جنبهم نسندهم نساعدهم. بحسوا إنه هم لازم يتحمل يعني كل حرف بيحكوا، لازم نساعدهم، لازم نضل واقفين جنبهم، فبتحسيهم عن جد فعلا زي الأطفال. صح. هلا هاد هو الحكي كمان. هلا انتبهوا لما راح تشوفوا أبوكم بيبكي أول مرة كمان. أنا شو عم بحكي لكم على تجارب على فكرة، يعني قديش رح تستغربوا إنه معقول أبوي بيبكي؟ معقول أبوي دايماً بيكون متماسك، دايماً بيكون كمان برضو بنفس الوقت كل ما بيكبروا بالعمر بتصير تحسهم حساسين أكتر، الأم والأب بصيروا حساسين أكتر، بصيروا بدهم ياكم أكتر، بصير هون دوركم أنتو، بده يبلش في إنكم أنتو تخلوهم يمروا أو يقطعوا هاي المرحلة بطريقة كتير كتير يعني سليمة بالنسبة لهم. لأنه أنتوا لما بتشوفوهم مرتاحين أنتوا بترتاحوا، لما بتشوفوهم متضايقين أنتوا بتضايقوا، يعني بتخربط كيان البيت كلياته. لأنه مثلا أنا أبوي كان بحالة معينة وصار بحالة معينة. أنا بتذكر لهلا أول مرة بشوف أبوي بكبيرها، يعني استغربت إنه كيف يعني كيف يعني عرفتوا كيف ليه؟ لأنه عادة الرجال بيحبسوا، أو عادة الرجال بحكم إنه إحنا بمجتمعنا لا تبكي، أنت كيف تبكي، ما بتصير تبكي، انت رجال لازم، خصوصا بيكون صغير مثلا، انت صوت رجال بيكون. يعني انا بتذكر في عندي طالب اسمه ايهم معايا، اول ما فقد ابوه اجى عندي مقهور، كان هو سنه يمكن سنه ثالثه، ايهم هو بكر ابوه، لا مش بكر، كان يمكن الوسطاني، كان مقهور اجى عندي بيقول لي انا هذا ابوي انا بدي ابكي عليه، هذول ليش بيقولوا لي ما تبكي على ابوك؟ أبوي يعني أنا مش مصدق إنه راح، أنا مش مصدق إنه هذا الزلمة راح، يعني شو بدهم مني؟ هو كان متضايق من الناس اللي بتضلها تشوف الناس كيف، يعني في جهل كتير كبير، يعني إنه أنت ما بتصير تعمل هيك، أنت هلأ كبير، أنت رجال العيلة، هلأ كله بتطلع عليك، ما هو بني آدم، وما هو إحساس، وما هو اللي راح، ما بيعني لكم أنتوا بس بيعني له هو بحياته كلياتها. فإحنا نصير نطلق هيك على الناس، إنه بدل ما أنا أحكي بهاي الطريقة لازم أقول إنه أنا هذا الإشي الحقيقي، هذا الإشي الشعور الموجود عندك صح، هذا خليه يطلع، خليه إحنا لا، هو كان مغيوظ إنه أنا هذا أبوي أنا اللي بدي أبكي عليه، ما حدش إله دخل فيه. تفرق يعني تفرق الطريقة
اللي انت كيف تتعاطى فيها مع الامور، كيف الناس اللي حوالينا بتعاطوا فيها معانا، يعني كيف يوجهونا. هذا كمان إشي الواحد لازم ينتبه له، ولازم يعرف امتى بده يحكي والوقت اللي بده يحكي ومع مين بده يحكي وكيف بده يحكي. يا عمي انت لما بتيجي بتحكي مع اخوك احمد غير لما بتيجي بتحكي مع اخوك محمد. احمد بتحمل مزحك وبتحمل الطريقه اللي انت بتتعاطى فيها، وانت ممكن تيجي تحكي معه بطريقه كل شيء بياكله. محمد حساس، بدك تلاقي طريقه لهون مختلفه عن هون. مش بدك تلوم تقول ما هو هذا اخوي ما بعرف شو ماله، بتصير تطلق عليه تصريحات وما تمشي الامور. لا، بدي اطلع انا كيف بدي اتعامل مع الطالب الف غير عن الطالب باء. يعني ليش في شيء اسمه فروق فرديه؟ فروق فرديه هي درجه تحملنا، درجه تقبلنا، درجه تكيفنا، الدرجه اللي نتفاعل فيها مع الاخرين. لا شوفوا احنا قديش يعني لما بيكون في عنا المرونه سليمه بيكون في عنا العمليات سليمه. يعني انا لما بكون فاهمه حالي بالضبط وعارفه كيف بدي اشتغل وبعطي وما بضل الوم حالي. يعني في ناس كمان عندك اللي بضلها تلوم حالها، ما انا السبب، انا ما بعرف افكر، انا بيقدروا يحكوا مع حالهم، عائلهم اللاواعي بتجاوب لا انا ما بفهم وانا ما عندي قدره على اني انا اتحمل جسمي. بتعرف شو اللي بصير بالعقل الواعي والعقل اللاواعي؟ جسمك عقلك اللاواعي ببلش انت دائما تحكي مع حالك او انت دائما تحكي مع حالك انه انا ما بقدر، لا 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 الا هاي الشغله انا عن جد ما بقدر عليها. هلا عقلنا اللاواعي لما نيجي نصادف هاي الشغله فورا بامر جسمنا انه ما نعمل إشي، لانه بده ايش بيعمل؟ يحمينا. ليه؟ لانه انا اذا تعديت هذا الموضوع ترتفع نسبه التوتر عندي. اذا انا فهمت هذا الإشي انا حتغلب على هذا الإشي اللي عماله بيوترني. انا مين عم بيحكي؟ بلا كل المايك استاذ اطفي المايك. طيب هلا شوفوا هون عنا في عنا إعادة تكامل غير متكيف وغير كافي، غلط هذا. في عنا إعادة تكامل بسموه مضطرب وظيفيا، وفي عنا إعادة تكامل متزن قبل التعرض للضغوطات. يعني العمليات المرونة النفسية مش كلها ممكن إن هي تكون عمالة بتخلصني من الوضع اللي أنا فيه. لازم أنا أتأكد إنه الطريقة اللي أنا بتعامل فيها واللي تعاطيت فيها مع الموقف هي عن جد كانت صحيحة بحيث إنها هي خلصتني من المشكلة اللي أنا موجودة فيها. هلأ في عنا من أنماط المرونة والتعامل مع ضغوطات اللي إحنا بنمر فيها بحياتنا. طبعاً أنتوا بتعرفوا إنه إحنا أي إشي بيصير قدامنا نعمل استجابة. في عنا مش إحنا حكينا حسب النظرية السلوكية، في عنا استجابة للسلوك اللي بيحدث قدامي. الموقف أو الشخص اللي قدامي هو بيستجر مني استجابة معينة، سلوك معين. إذا أنا كنت كتير ذكية أنا بصير أقول إنه هو بده يستجر مني سلوك السيء، أو هو عم بيستفزني لدرجة إنه بده يخليني طلع أسوأ ما عندي. فممكن أنا أتأنى شوي وما يعني بصير أفكر بتوابع الكونسيكونسز تبعت سلوكي، مشان هيك أنا ممكن ما أستمر على نفس النهج اللي هو ماشي فيه واللي يجرني عليه. بتلاقيني بهدي الموضوع، في عندي استراتيجيات بستخدمها، ممكن إنه أهدي بالحكي، ممكن إنه أعمل علامات وقف يعني قبل ما أجاوب كتير. رح ألاقي طرق. كل واحد فيكم ذكي بيلاقي طريقة حتى إنه هو يتعامل فيها مع هالستريس اللي عماله بتوجه له من هذا الشخص اللي أمامه. هلأ في عنا استجابات، إذا بتطلعوا من الاستجابات، في عنا استجابات بتغير الوضع الذي يظهر من التجربة المتوترة، زي اللي أنا عمالي بحكي لكم إياه. جاي يستجر مني استجابة رتب لي إياها، هل أنا أخليه يمشي في المشروع؟ بتوتر، بصرخ، بمشي على نفس النمط اللي هو بده إياه، أو أنا بسلك سلوك أو بستجيب استجابة لهذا السلوك بتغير الوضع، بتغير الموقف حتى إنه أنا ما أصعد الأمور. يعني
بدكم تكونوا أذكى، بدكم تشوفوا إيش الإشي، مين أول إشي، مين هم هدول الأشخاص، شو بيعنوا لي هدول الأشخاص، قديش لهم تأثير بحياتي هدول الأشخاص، هل حياتي رح تتوقف عندهم؟ هل بسأل شفيكي، بسأل حالي أسئلة. هلا يمكن واحد فيكم يقول لي دكتورة في وقت أنا أقعد أسأل هاي الأسئلة كلياتها؟ بالتجربة، بالخبرة، بأكثر من احتكاك لأكثر من مرة، بتصير هاي الشغلات تمر بذكاء أكثر. يعني أنت على السريع بتعرف كيف بدك تعمل الاستجابة، وهي الأسئلة بتكون دغري أنت بتقيم، بتطلع بتقيم تقيم، لا هذا هون هذا هون، عرفت كيف؟ بس مش إنه بس هو أنا عم بحكي لكم إيش ممكن الأسئلة اللي أنتوا تسألوها لحالكم حتى إنكم أنتوا تقدروا. إحنا مش كلنا يعني، شوف هلأ لما يجي حدا يستفزنا أو حدا ينتقص منا أو حدا وأنتوا بتعرفوا إنه مش كل الناس، اتفقنا أسوية وقلنا واتفقنا إنه 70% من هذول الناس موجودين معنا، يبقى إحنا كيف نتعامل؟ هذول الناس ممكن يكونوا أقارب، ممكن يكونوا ناس بالعيلة، ممكن يكونوا ناس بالحي، ممكن يكونوا ناس بالشغل، ممكن يكونوا ناس بالجامعة. إحنا لأننا نعيش بسياق، وهذا السياق إحنا نتفاعل معنا، ما نقدر نعيش لحالنا، ما نقدر نمنع الاحتكاك مع الآخرين. بس وين دورنا؟ وين مرونتنا النفسية؟ كيف إحنا بدنا من يوم طالع نصير نتعامل مع هاي المواقف؟ هل أنا يستجر مني الاستجابة السيئة واللي تنعكس علي بتوتر، واللي بعدين أنا بطلع من التجربة هاي بكون يعني أسبوعين ثلاثة وأنا مريضة، بمرض جسديا نتيجة نتيجة تعبي النفسي، ولا أنا بدي ألاقي طريقة أخلص من هذا الوضع المتوتر؟ كل شخص بفرض عليه طريقة مختلفة ممكن أنك أنت تخلص. طيب هلا الاستجابات كمان، في عنا استجابات تانية اللي بتسيطر على معنى التجربة المتوترة بعد حدوثها، ولكن قبل ظهور الضغط. يعني هون أنا في عندي إشي أثناء حدوث الاستجابة، في عندي إشي. يا عمي شباب مالكم اليوم، طفوا هالمايكروفونات، هاي عصبت أنا، شايفين بعصب، فأنا ما بدي أسكر عليكم زي بقية الشعب، والله بتضايقوا بقية الشعب، دايماً بقولهم هاي الشعبة ما أحلاها، بس انتبهوا إنه الجنبكم مسكر. طيب وين كنت أنا؟ في عنا الاستجابة اللي بتسيطر على معنى التجربة المتوترة بعد حدوثها، يعني هديك لسه ما حدثت، هاي حدثت صار في توتر، شو بدي أعمل أنا؟ هون كمان لازم يكون في عندي استجابات، يعني مش أنسحب، مش خلص أنهيها بعنف أكتر، بدي كمان يكون في عندي نوع من الاستجابات بعد حدوث الموقف المتوتر. وفي عندي استجابات تعمل أكثر من أجل السيطرة على الضغط نفسه بعد أن يظهر. يعني في عندي، أنتوا بتعرفوا إنه إحنا مرات بنمر بمشاكل، هاي المشاكل تولد لنا ضغوطات، هاي الضغوطات إذا ضلينا إحنا عايشين فيها ممكن إنها هي تأذينا نفسياً، وممكن إنها ترجعنا كثير لورا. كيف بدنا ندير الضغط اللي عماله بيصير علينا، الاسترس اللي عماله بيصير علينا؟ في ناس مرات شو بيعملوا؟ يعني وأنا واحدة منهم، ممكن إني آخذ القضايا اللي عم تضغط علي واحدة واحدة. يعني هاي عن فكرة تعلمتها كتير، يعني كيف إنه ما تعرفوا مرات فجأة كل إشي بضغطكم، كل إشي بالبيت، بالشغل، برا، بالوضع اللي إحنا فيه، كله بضغط. هلا أنت بتحس حالك إنك أنت متضايق، روح أنا شو بعمل؟ بقعد مع حالي شوي، بشوف شو الإشي اللي كيف بدي أطلع من الموقف الضاغط هذا، الإشي الاسترس اللي أنا فيه، ببلش فيهم شغلة وشغلة، بحل جزء بيجي الجزء الثاني بحله، بيجي الجزء الثالث بحله، بيجي الجزء الرابع ما نحل معي، بقول مش مشكلة، خلي الموضوع مثلا يومين ثلاثة. استراتيجيات، مرات أنتوا يعني ممكن يكون في إشي بعملكم استرس، مثلا أنتوا بدكم شغلة وهلأ أنتوا مثلا هاي شغلة متعلقة بالأهالي، أهالينا، والأهالي مثلاً في عندهم وجهة نظر ما بدهم مثلاً، لكن هذا عم بيولد لي ستريس لأنه أنا عندي هاي لحاجة ملحة أنا بدي إياها. كيف بدي أطلع من هذا الموقف؟ كيف بدي أعمل؟ عم بيمثل لي ضغط، عم بيشكل لي ضغط، كيف بدي أدير هذا الضغط؟ بده يكون في 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 طرق، هاي الطرق لها علاقة بإني أنا على الأقل
إذا كان في طرف ثاني أحكي، إذا كان في ما أحكي ما زبط معي أحكي بنفس اللحظة، استنى شوي استني شوي. وأنتوا دائما كمان في شغلة بدي أحكي لكم إياها، إنه الوقت كفيل بحل القضايا إذا إحنا تركنا شوية، يعني ما تضغطوا بنفس الوقت هلأ هلأ بهذا الوقت هلأ كل الأمور بتخرب. لكن إذا أنا قلت خليني أجلي شوي يوم أو يومين، هلأ كيف مثلا أنتوا لما تكونوا بالعيلة الوحدة نفسها، كيف أخوانكم؟ أنت مثلا دايما تقول يا الله أنا ليش دايما هيك مثلا أهلي، ليش ما بردوا علي، ليش أنا إيش معنى أخوي، ليش أخوي دايما هو أموره كلياتها ماشي. ببساطة أخوك عنده ذكاء انفعالي، أخوك عنده طلبات زيك زيه بالضبط، لكنه ذكي بحيث أنه بيعرف كيف ياخذ إيش بده إياه، مش لأنه محبوب أكثر منك. ما في شيء عيلة كلكم بيكون في لكم محبة عند أهليكم كلهم متساوية، ومش عارف كيف عندهم في عندهم معادلة غريبة عجيبة الأهل، بس كلكم بحبوكم بيكونوا في عنده ذكاء بعرف الوقت المناسب يطلب فيه إشي بده إياه. استنى، وعلى فكرة بقى عارف مفاتيح أمك ومفاتيح أبوك. هي كمان في بنات يعني في إخوات كمان بيكونوا شاطرين، ما بتسرعوا، أذكى بأنهم هم بيعرفوا كيف يتعاطوا مع الموقف. هلأ بدكم تقولوا لي بيستغلوا، مش بيستغلوا، لا بدرسوا الموقف بذكاء، بحصلوا اللي بدهم إياه، بحصلوا اللي بدهم إياه من اللي قدامهم من غير ما يحس إنهم هم يحصلوا. في 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 عندهم قدرة على إنهم يفهموا الموقف ويفهموا الآخرين ويعرفوا كيف بدهم يصدروا الإشي اللي عم بحكي لكم إياه أنا، الاستجابة المناسبة في المكان المناسب. فكروا فيها شوية. طيب كمان شغلة تانية اللي هي عنا إياها، على هذا تذكروا لما حكيت لكم قلت لكم إنه إحنا في عنا نظريات، من هاي النظريات اللي عنا موجودة لتفسير المرونة النفسية في عنا النظرية التحليلية. النظرية التحليلية هي لفرويد، أنتوا بتعرفوا عن فرويد وسمعتوا عن فرويد، سيجمند فرويد. سيجمند فرويد هو عالم نمساوي، وهو أول واحد دخل مفهوم التحليل النفسي في علم النفس في الطب النفسي. في له نظريات كثيرة، هو كيف كان يعني يطلع بهاي النظرية، طلع بنظريته اللي هي نظرية فرويد لما بيراجعوا كانوا مجموعة كثير من الناس على العيادة تبعته من المرضى النفسيين. فهدول عادة الناس اللي بيطلعوا بنظريات بيكونوا بيجمعوا خصائص مظاهر أعراض وبيطلعوا وبيحكوا عنها. هلأ فرويد بنظريته التحليلية وهي من أشهر النظريات في علم النفس، حكى عن ثلاث مستويات عند الإنسان. ليش بيصير في عنا صراعات، وليش بيصير في عنا مثلا توتر ضغط ممكن انه يؤدي لمشاكل نفسيه، نتيجه عدم مرونه هذول الاشخاص في التكيف والتعاطي مع هاي الاشياء. هلا شو بيفسر المرونه النفسيه فرويد بحسب نظريته؟ في عنده ثلاث مستويات. المستوى الاول اللي هو اياه بسميه الهو، الهو له علاقه بالدافع البيولوجي. في عنده المستوى الثاني اللي هو عنده الانا او الدافع النفسي الفردي، في المستوى الثالث الدافع الاجتماعي. هلأ الهوى له علاقة بكل غرائز الإنسان، كل واحد فينا في عنده غرائز، هاي الغرائز في ناس تتحكم فيهم بكتير، هلأ بده يفرغ الغريزة تبعته. في ناس بقول لك لا، الوقت لا، الزمن لا، السيتاب لا، المعايير الأخلاقية والاجتماعية والعادات والتقاليد وهي القصص، هل أصبح موجودة كلياتها؟ قيم الأخلاقية موجودة كلياتها في الأنا الأعلى، والهو اللي هو عندنا إياه غرائزي، تحقق غرائزي، أفرغ حاجاتي. وأنا إذا ما فرغت الحاجات والغرائز الموجودة عندي بدي يصير عندي توتر، وهذا التوتر أنت بتعرفوا كيف الناس بتعرفوا إيش الإشي اللي بدور ببالك وأنت ما بتحكيه، بيطلع بشغلتين، يا بالأحلام يا بزلات اللسان. هلأ فرويد بيقول نتيجة الصراع ما بين الهو دوافع غرائزي وما بين الدافع الاجتماعي والقيم الاجتماعية والمثل والإشي اللي بيقول لي لا، بيجي في عندي إشي بينظم الجهتين مع بعضهم البعض اللي هو عندنا إياه الأنا. الأنا والدافع النفسي الفردي وسماه جهاز إداري بيحدد يعني بيدير شخصيتنا، بتحكم فينا، بينظمنا بحيث إنه أنا بتنضبط سلوكياتي. هلأ الحيوانات في عندهم غرائز، غرائزهم بتتفق صح؟ لكن الإنسان في عنده عقل، في عنده قواعد، في عنده عادات، في عنده تقاليد، في عنده دين، في عنده ثقافة،
وفي عنده قيم أخلاقية مش لازم إنه يتعداها. بس أنا عندي هاي، بس الغرائز موجودة، برضو الغرائز فينا موجودة بدك تحقق. كيف بدي أنا أضبط الغرائز مع هاي القيم؟ هلأ ليش في ناس مرات لما تكون الغريزة مسيطرة عليهم كتير بأي سلوك من السلوكات اللي بيمارسوه مثلاً، وهذا السلوك غير مقبول ضمن هذا الإطار، في إطار، في أطر معينة، في إطار ضمن الحياة الزوجية، في إطار فهمش حياة زوجية، وانتوا كبار فاهمين هذا الحكي. لا، في ناس بصير في عندهم صراع، صراع ما بين إنه أنا خايف شو بدهم يحكوا عن الناس، خايف إنه من العذاب، خايف من إنه أهلي ينبذوني، عرفتوا كيف؟ هلا شو اللي بينظم؟ اللي بينظم اللي هو إني إن أنا أو الدفاع، الدافع النفسي الفردي الذاتي، جهاز داري بالبطن بيقول لي هذا مش وقته، في له وقت معين، في له سيت اب معين، بحيث إنه أنا أتخلص من التوتر. هاي هي ببساطة نظرية فرويد. اللي عندهم مرونة نفسية بيكون عندهم الدافع النفسي الفردي، الجهاز الإداري شغال منيح، وشغال بحيث إنه بيعمل توازن ما بين الهو دافع البيولوجي أو الغرائز تفريغ الحاجات، ما بين أنا شو بيقولوا، شو القيم، شو الأخلاقيات، شو الأشياء اللي تقول لي لا إنه هذا الإشي غلط بهذا الوقت. إذن يرى فرويد إنه قدرة الفرد على مواجهة الشدائد والظروف الصعبة مرهون بقوة الأنا. كل ما كانت عندك قوية، كل ما كانت عندك قوية، كل ما أظهرت مرونة نفسية. ليه؟ فوراً لأنها هي بتعمل لي توازن. لكن لما بتكون ضعيفة وبكون أنا يا بتبع جزء الهو ضد الأنا الأعلى، فبيكون في عندي هنا خلل، مرونتي النفسية بتكون كتير صعبة. في هنا نظرية تانية غير هاي النظرية اسمها النظرية الإنسانية. هديك فرويد تحليلية، نظرية الإنسانية لماسلو ولروجرز. هلأ نحكي عنه. إيش عندنا ماسلو؟ يمكن أنا حكيت لكم في عندنا ماسلو. ماسلو عمل هرم، هذا الهرم على فكرة هلأ بوقت الجائحة حكوا عنه كتير. هرم ماسلو بحكي لك إنه أنت في عندك هرم تدرج بالحاجيات. هلأ هو مكتوب فوق حاجات فسيولوجية وأمن وحاجات اجتماعية وتقدير وتحقيق ذات، يعكسوا المو. يعني هو هرم ماسلو حاجات فسيولوجية، مأكل، ملبس، مشرب، اللي بدكم إياها، الحاجات الأساسية تبعتنا. بعدين أنا فوراً لازم توفر لي حاجات الأمن. إذا توفرت حاجات الأمن، في عندي كمان الحاجات الاجتماعية، تفاعل الاجتماعي، نظام المساندة اللي حكينا عنه والدعم، هذا كله لازم يكون موجود. كمان في عندي حاجات أطلع لها اللي هي إياها الحاجة للتقدير، تقدير من الآخرين. بحب أنا الثناء، بحب الناس تقولي شكراً، بحب الناس تقولي إن أنت غيرتي بحياتي في إشي، بحب تقدير، كلنا بنحب هذا الشيء. واخر هرم، اخر هرم بيكون الانسان بوصل لتحقيق الذات، هون بيكون في عنده اللي هي اياها المرونه النفسيه. يعني مرونتك النفسيه لما تتحقق كل حاجاتك، وهي الحاجات بتمر ان اياها بسلاسه عند الانسان. وطبعا نظريته نظريه التحفيز الانساني بتركز على الجوانب الدافعيه للشخصيه الانسانيه. هلا في عندنا كمان روجرز، كارل روجرز حكى انه الشخصيه السليمه المرنه دالة على الانسجام بين الذات والخبرات والأشخاص الأصحاء نفسياً. هم قادرون على إدراك نفسهم اللي حكينا قبل. اعرف حالك بالأول، مش يجي حد يقول لك أنا بعرف أنت كيف تفكر. تدش زنت، أنت اللي بتعرف حالك، أنت بتعرف حالك بالضبط، وأنت بتعرف حالك بالضبط شو الأشياء اللي ترضيك ما ترضيك. الأشخاص الأصحاء نفسياً، الأصحاء نفسياً اللي ما عندهم صحة نفسية، هم اللي بيدركوا ذاتهم، بيدركوا أنفسهم في بيئاتهم، في تفاعلهم مع الآخرين، ودائماً هم منفتحين بحرية على التجارب. يعني ما بيسكروا بقول لك لا خلص ما بيقرب على الناس، ناس تزيني، لا، بيعتبروا هاي خطوة لخطوة ثانية لخطوة ثالثة لخطوة رابعة حتى أن الواحد يوصل للنجاح. هلأ شوف شو مواصفات الناس. أنا نظرية التعلم الاجتماعي بندورة، كمان هاي احفظوها بندورة، وحكينا عنها على فكرة، تذكروا بنظريات المهارات الحياتية. بحكي بقول إنه التعلم من خلال الملاحظة والتفاعل، حكينا قلنا إنه إحنا الأطفال يتعلموا المهارات الاجتماعية من خلال تقليد والمحاكاة. بيحكي عن الثقة في قدرات الفرد، وبيحكي عن هذول الشغلتين اللي هم عنا إياهم، التعلم مع قدرات الفرد بتأثر على المهارات الحياتية، وتعلم المهارات الحياتية وخصوصا المهارات الحياتية الاجتماعية.
منها التواصل، منها الكوميونيكيشن سكيلز، منها مسؤوليتي المجتمعية، وهاي القضايا. بيقول الأول ضرورة تزويد الأفراد بطرق ومهارات تجاري الجوانب الداخلية لحياتهم الاجتماعية. لاحظوا كل شيء إحنا بنوفره كمهارات واستراتيجيات حتى نخفض التوتر النفسي، حتى نخفض الضغط النفسي. والشغلة الثانية إنه إحنا، أنا قلت لكم هذيك المرة، إحنا بنعلم المهارات الاجتماعية من خلال اللعب، لعب الأدوار، من خلال الملاحظة، من خلال أساليب مشغولة، خصوصاً من كل الأطفال. من أشهر العلماء اللي هو أيام بندورة، اللي حكى عن التعلم بالمشاهدة والمحاكاة. في عندنا مميزات لأصحاب المرونة النفسية. في عندنا ناس عندهم الضبط الداخلي، وفي عندنا ناس عندهم الضبط اللي هو أنه الضبط الخارجي. وحكيت لكم عنه أنا قبل، قلت لكم أنه الناس اللي عندهم الضبط الداخلي هم الناس اللي ما بيقاوموا. يعني شو يعني ضبط داخلي؟ ضبط داخلي معناته أنه أنا بشوف حالي، بقيم حالي، بحس أنه القوة تيجي مني أنا من جوا. ما بستنى الناس تقول لي هذا صح هذا خطأ، الناس بتوجه صح، بس مش أنا دائما همي. أنا في عندي رأي، في عندي تقييم، في عندي تقدير للأشياء، ما بقاوم تأثير الآخرين. يعني هم مش من الناس اللي كمان فهموها شغلة تانية إنه الناس بتأثر عليهم كتير، لو ما الناس ما بتأثر عليهم كتير، بالعكس أكثر فعالية واجتهاد وتمكن، بيصدروا أحكامهم باستقلالية عن مطالب الآخرين، أكثر إيجابية قدرة على التخطيط من أجل المستقبل، عندهم قدرة عالية على استخدام الخبرة لتحسين إدراكهم والأداء، عندهم ضبط داخلي يتميز بارتفاع قدرة في الشعور بالمسؤولية، وبيعملوا بجد أكثر من ذوي الضبط الخارجي، وعندهم قوة عالية وأكثر ذكاء وأكثر فردية. نفس المواصفات اللي حكينا عنها، تحدي، إبداع، صحة نفسية، تحمل مسؤولية، اتخاذ قرار، هاي كلها هم في عندهم أشياء، هي الأشياء الداخلية تضبطهم. أصحاب الضبط الخارجي بعكس هذولاك، هذولاك عندهم إيجابية وعندهم سلبية. هدول ما بيشاركوا، بهربوا، بنسحبوا، ما بتفاعلوا مع الآخرين، عندهم انخفاض في مستوى الذات، هذولاك عندهم ارتفاع في مستوى الذات، مثابرين وبيعرف كيفهم يحققوا أهدافهم، عندهم ذكاء ذاتي، اهتماماتهم بحاجات الآخرين قليلة، وسريعوا الغضب، وأقل ثقة ومترددين، وأكثر ميل للمرور بخبث القلق، الاكتئاب، والوسواس القهري، وانخفاض تقدير الذات. وشوفوا هاي حكيت لكم عنها أنا، إنه دائما بيرجعوا كل إشي بصير معهم للحظ والصدفة، والناس التانيين متوفر لهم أشياء وأقوى منهم. يعني أصحاب، شو يعني أصحاب ضبط خارجي؟ يعني القضايا اللي تضبطهم هي خارجية، العالم الخارجي يا بهربوا منه يا بيأثر عليهم بطريقة سلبية، وهم أصلا سلبيين مع حالهم. هناك لا، عارفين أهدافهم، اهتماماتهم، حاجاتهم، عارفين الأفراد اللي برا خارج إطارهم شو تأثير قدرة تأثيرهم عليهم وكيف، وبتفاعلوا، بتفاعلوا مع الآخرين مش بينسحبوا. هاي هي مادتنا أعزائي اللي هي إياها مادة المرونة النفسية الريزيلينس، اللي راحت عليه المادة أو ما حضر زي علي بترجع على الإي ليرنينج، بتفتح الإي ليرنينج موجودة، وهون على الستريم كمان بس هناك أسهل لك خلص، موجود يعني موجودين المحاضرات. هلا ضل انا تبعوني الاسبوع هذا لسه ما نزلت لكم اياهم، راح اعمل لكم داونلود لهم حتى انكم انتم تقدروا انكم انتم تدرسوا منهم. بترجع يا علي على الاي ليرنينج، في عندنا واجب، الواجب راح يسكر ب 17 11. اليوم قديش بالشهر؟ اليوم قديش بالشهر يا استاذ؟ 11 11. يعني مش ضايل لك غير 7 ايام، لانه اذا سكر انا ما راح افتح ولا لحدا. اللي ما حل فيكم الواجب يحله بموعده أو قبل نهايته، ما تستنوا لآخر يوم، هيكم قاعدين بالبيوت في 4 أيام حضر حلو الواجب، تمام؟ لأنه رح أبلش أصلح، متى ما بلشت أصلح ما رح أفتحه، عرفتوا كيف؟ فعلي بترجع للإيليرنينج تسأل صحابك نهره وهدول كيف فتحوا، تفوت على الإيليرنينج وبتشتغل. علي أنت أي سنة؟ سنة أولى؟ علي؟ علي؟ بعدين مش مقبول يا علي انك تقول لي انه انا لهلا ما دخلت. انت بتعرف انه احنا بناخذ كمان حضور وغياب، يعني لازم تحكي يا علي، ما بيصير. شو تدرس انت؟ صيدله؟ علي توغي تدرس اعلام. تدرس اعلام يا علي؟ انت ايش سنه اولى؟ لا انا صاحبه بحكي، يعني بحكي لك هو مش موجود. انت مين اللي قال لي انه انا ما فتت لهلا؟ علي دكتور مو انت؟
لا لا مو انا بس بقول لك يعني هو اعلام يدرس. هو يدرس اعلام؟ طب هو وين وليش مش هو اللي عم بيحضر معاي؟ والله مش عارف قصته. شكله بيأكل هذا يعني، حكى الكلمه وراح. احكي له يا نهره انه هو هلا مسؤول عن حاله فيدير باله. ناديه واحكي له خليه يسمع هذا التسجيل اللي انا حطيته ان شاء الله دكتور. اذا ضل هيك رح يضل بتروح عليه اشياء كثير، ترى مصيبه. طيب ان شاء الله. طيب مايس بدك شيء يا مايس؟ جهينة. دكتور يعطيك العافية. بس أنا رافعة إيدي من سنة عشان أجاوب. مين هاي مايس؟ مو شايفتك. خليها تحكي جهينة بعدين نحكي مايس. يلا يلا جهينة. بس كنت بدي أحكي لك إنه أنا كمان سجلت جديد. هلا بالنسبة للمحاضرات مش مشكلة، الواجبات اللي راحت علي كيف ممكن إني أرجع أقدمها أو أعمل أي شيء؟ جهينة أنت مش حكيتي معي أول مبارح؟ حكيت لك. بس ما الواجبات لسه أنا ما حكينا، أنا حكيت معك فيهم. ليش ما رحتي على الواجب؟ شفتي انه بيخلص ب 17/11 يعني ما عاد. لا مش الواجب الجديد اللي راحوا علي. ما راح عليك شيء. ما في واجبات، ما في واجبات. ترى هذا اول واجب صح؟ وهينا دكتورة الواجب بيخلص ب 17/11، انت لسه بفتره اعداد تقديم الواجب عزيزتي. روحي اعمليه. تمام. انا فكرت انه في واجبات قديمه. لا لسه هذا اول واحد. تمام. طيب سوها ايش بدك؟ سهيب ايش بدك؟ سهيب يعطيك العافيه دكتوره. الله يعافيك عزيزي. الله يعافيك دكتوره. انا بعثت لك على الايميل من ساعتين تقريبا، بتمنى انك تردي علي اليوم عشان كثير موضوع ضروري. تمام. انت هلا بعت لي على الايميل؟ اي ايميل؟ ايميل التيمز يعني ولا وين؟ لا لا على الايميل، على ايميلك مش على تيمز. ايميل الجامعه؟ هلا بعدت ولا امتى؟ قبل ساعتين؟ من ساعتين تقريبا. طيب اوكي شوف. بكون ممنون كده بترد علي اليوم دكتوره. طيب اوكي سهيل. اوكي حبيبي اوكي تمام اشكرك. طيب اوكي دكتوره بصير اسالك سؤال سريع. ايش عن الواجب؟ لا في السؤال الأول فهمته إنه لازم نجاوب نختار ثلاث أسئلة من العشرة، السبعة أسئلة. السؤال تحتي لازم نشرح لك لما نرتبهم القيم، لازم نشرح لك إشي ولا بس بدك نرتبهم ترتيب بالأسماء فقط؟ القيم لا ترتبيهم. بس ما بدي نشرح لك إشي عنهم أو أي إشي. لا 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 لا, لا. خلص أنا بدي بس أركز. تمام. دكتورة عندي سؤال بدي أسألك والله. تفضل. بس بدي أسأل عن إنه بالنسبة للقيم يعني بالنسبة للترتيب يعني أرتب يوم أهم واحدة لأقل واحدة يعني إن أعلى قيمة عندي لأقل قيمة عندي ترتيب يعني تصاعدي زي إيه؟ بدك لا بدك تحط لي من أهم قيمة عندك تعطيها أول إشي لا تنزل يعني أنا متأكدة إنهم كلهم عندك يا بس إيش أول إشي مثلاً؟ إيش تاني إشي بالنسبة لك؟ إيش ثالث إشي هيك يا غازي؟ يعني بالترتيب أرتب أهم إشي لعنده. أيوة. خلاص تمام. أوكي. خلاص. أوكي. مين كمان بده يحكي؟ طيب أسماء. دكتورة. دكتورة أنا حليت الواجب على باور بوينت، لازم أعيدن على الوورد ولا عادي ضل باور بوينت؟ وسلمتيه؟ سلمته. ما أنا ما قلت ليش عملتي على باور بوينت؟ أنا حكيت مع دكتورة أنا بحس أسهل لأنه ما لي متعودة على الوورد، فدايما متعودة على باور بوينت. يعني أنت السؤال وجاوبتيه؟ انا حطيت انا كتبت السؤال وجاوبته. طيب بس الباقي بالله تحلوا لي اياه على الوورد. طيب يعني افضل خلص ما انا حطيت لك الفورد اكتبي عبي خلص ما بدي اغلبكم. دكتوره دكتوره انا وورد وعملته بي دي اف في مشكله؟ لا ما في مشكله طبعا انا سلمته بي دي اف عادي. بصير المهم انه بصيغه انا اقدر اني انا افتحها اعزائي. يلا خليني اتركوني خليني اروح استعد للمحاضره الثانيه شو رايكم؟ تمام دكتور يلا اشوفكم. تمام يعطيك العافيه دكتوره. يعطيك العافيه دكتوره. يعطيك العافيه دكتوره. عافيه دكتوره ما قصرتي. الله يعافيك. يعطيك العافيه. الله يعافيكم يا رب. ولا قابل لا يوقف ولا مش عارف شو قصته هذا. استنى شوي.